انا جاي اقول لك كلمه واحده بس، لو انت مش عايز تكمل او لو شغفك خلاص قل، فانا مش عايزك تكمل عشان نفسك، كمل بس عشان الغلبانه والدتك اللي بتقعد طول الليل تدعي لك عشان نفسها بس انك تحقق لها حاجه او جزء من احلامها، او عشان الغلبان اللي مرمط نفسه طول اليوم في الشغل عشان يوفر لك بس تمن الدروس اللي انت عايز تروحها عشان تجيب فعلا اللي هو نفسه فيه، حتة المجموع الصغير. فبالله عليك اتعب عشان المنهج بتاعي، همسك حاجة حاجة، ما تاخدش اليونت على بعضها، ما تاخدش اليونت على بعضها. يعني اعمل ايه؟ اخد الجرامر بتاعت اليونتس كلها ورا بعض، بحيث ايه؟ بحيث ان انا خدت الجرامر بتاع اليونت الاولاني في الثاني في الثالث في الرابع، الدنيا تتربط معايا، ابدا اقارن بين الزمن ده والزمن ده وهكذا. لان لما انا اخد يونت يونت، هو ده جميل وممتاز وتقدر تراجعه كل حاجة، ما فيش اي مشكلة، بس يفضل الجرامر ورا بعضه، وبعد كده او ماسك الاستراكشرز ورا بعضها، بحيث ان انا اقدر اقارن ما بين الحاجات وبعضها، والدنيا ما تبقاش ايه داخله في بعضها الى حد ما زي ما احنا بنقول. بعد ما اخلص الجرامر والاستراكشرز بتاعتي بتاعت المنهج من اولها لاخرها، ابدا امسك الكلمات بتاعت المنهج بتاعتي واقراها سريعا كده، حاجات اللي معلم عليها اظبطها تاني، واظبط الكلمات بتاعت المنهج كلها، مش هتاخد مني وقت ان شاء الله. طيب لو انت حل امتحانات الوزاره، يبقى انت كده ماشي 10 على 10 وزي الفل. راجع الحاجات اللي انت واقع فيها وشوف الحاجات اللي انت كنت معلم عليها وظبطها تاني. طيب لو انت ما كنتش حل امتحانات الوزاره، اتصرف، حاول تحل اكبر كم من امتحانات الوزاره في الوقت ده، لان احتمال كبير جدا يجي منها. والامتحانات التجريبيه كذلك حاجه مهمه جدا خدت بالي منها في الامتحانات التجريبيه اللي بتنزل لكم، اكون عارف الكلمه adjective ولا noun ولا adverb، حاجه مهمه جدا في الامتحانات، بيلعب عليها قوي، مع ان الموضوع بيبقى سهل لواحد فاهم. يعني ما تاخدش الكلمه بالعربي بالمرادف بتاعها وخلاص، لا، ابقى محدد وعارف كويس جدا الكلمه دي noun ولا adverb ولا adjective وهكذا. ما تنساش تبص برضه في كتاب الوزاره عشان تعرف الحاجات مكانها فين ودنيتها عامله ازاي، عشان يبقى الموضوع اسهل معاك لو احتجت تسترجع معلومه من مكان معين في الكتاب. بعد اذنك نقطه مهمه جدا عشان ناس كتيره بتقع فيها، انا دلوقتي عارف ان انا عندي 18 وانت محتاج اراجعهم ليله الامتحان، خلصهم امتى وازاي؟ اصحى من بعد الفجر لحد الظهر اخلص الجرامر بتاعي واقفله باذن الله، من الظهر للعصر اخلص الاستراكشرز بتاعي كله، من العصر للعشاء مثلا اخلص الكلمات بتاعت المنهج كلها، تمام؟ يبقى كده 10 على 10. المصدر اللي انت كنت بتراجع منه كلمات انجليزي، يا ريت برضو تراجعها، مش هتاخد منك ساعه ولا ساعه ونص، الحاجات اللي انت كنت محتاج تراجعها كده ومعلم عليها، مش هاخد منك اكتر من كده. ده بالنسبه للترانزليشن. ووقت لمراجعه الامتحان اخر اليوم ساعتين ثلاثه كده، انام على الساعه 10 11 بالليل واصحى ثاني يوم امتى؟ لو قدرت تصحى الفجر يبقى تمام، قدرت تصحى مثلا الساعه 5 ولا 6 كده، اراجع الحاجات اللي محتاجه اراجعها واقوم رايح الامتحان ان شاء الله، تبقى انت كده زي الفل. اذا كان في وقت ليله الامتحان، يفضل برضو ان انت ايه تعمل لنفسك بروفا كده او تجربه، ان انت تجرب الامتحان، جيب امتحان انجليزي وتبدا تحله مع نفسك، معاك الستوب ووتش بتاعتك ساعتين ونص وتبدا تحل. انا بقول لك الموضوع مش هاخد منك ساعه اصلا، ساعه الا ربع ولا حاجه، بقى انت كده مستريح نفسيا وهتقلل برضو من نهبه الامتحان. يعني كالعاده يا جماعه في سؤال القطعه، انا دلوقتي بحل القطعه بتاعتي، خش ابص على جميع الاسئله واطلع ابص عليها، لا، انا بقرا القطعه من اولها لاخرها، بقراها بالراحه، افهم اللي رحلت القطعه ده عاوز من وراها ايه، هو بيتكلم عن ايه بصفه عامه، وابدا افهم اقراها. افضل ان انا بعد ما اقراها اقراها مره كمان، افضل ان انا اقراها مرتين، على كده ابدا ابص على الاسئله، ما ابصش على الاسئله مره واحده، مهم جدا الكلام ده والله، ابص على سؤال وافهمه كويس هو عاوز ايه بالظبط، واقوم طالع شايفه من القطعه وابدا اجيبه له وهكذا. انما شغل ان انا ابص على الاسئله واطلع ابص على القطعه، ده قمه الغلط. وقت الانجليزي زي ما اتفقنا قبل كده بيبقى وقت كافي جدا باذن الله، وتلحق تظبط الدنيا كلها، ما تستعجلش، اديله حقه ان شاء الله. اعمل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، وزي ما اتفقنا احنا مش مطلوب مننا اكتر من ان احنا ناخد بالاسباب ونعمل اللي عليه ونسيب الباقي ده كله على ربنا. مذاكر طول السنه، انت اصلا مش محتاج تذاكر ليله الامتحان، بس احنا زي ما بقول لك احنا بنعمل اللي علينا، نبقى داخلين كده مريحين ضامنين قصاد ربنا، اللي ربنا كاتبه لنا الحمد وشكره ليك يا رب. استعين بالله، فوض امرك لله، ثقتك في ربنا كبيره جدا، عملت اللي عليك خلاص، توكل على الله بس كده يا جماعه. ربنا يوفقكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، اعملوا شير للفيديو لاصحابكم اللي قلقانين من امتحان الانجليزي ازاي يقدروا يلموه في اليومين اللي قبل الامتحان، ان شاء الله الفيديو يفرق معهم كتير. الدال على الخير كفاعله، وما هذا الا فضل ربي وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص في حياتك دي لو انت عايز حاجه بسهوله يبقى انسى حلم، يعني تعب، سهر، اجتهاد، موت نفسك حرفيا. ما تقوليش انا بزهق، عشان انا هرد عليك واقول لك انت لما اوصى ما بتحلمش. ما تقوليش ما عنديش طاقه، ما تقوليش ما فيش حد بيدعمني، لان اللي عايز حاجه ما بيستناش حد، لازم يموت نفسه حرفيا عشان يوصل بدون اي مبررات وبدون اي اعذار. باختصار حب تعبك في طريقك لحلمك، وما تقوليش اصل انا فشلت عشان حققتش حلم قبل كده. عادي جدا، عاثر واحلم من تاني، وحقق الحلم التاني، بس الاهم انك ما تقعش. باختصار خلي لحياتك معنى، وخلي الناس بعد كده تحكي قصتك.
قبل ما تكمل انا عايز اقول لك حاجه واحده. الحياه دي عامله زي المفرمه، خلاط شغال، فاوعى تحسس نفسك انك مظلوم عشان حاجه حصلت لك او حاجه بتحصل لك دلوقتي. هي الدنيا كده، خلاط زي ما قلت لك شغال. بس في نوعين من الناس. في نوع من الناس عارف ان الدنيا دي فعلا عامله زي المفرمه، فعمال يعافر ويقوم ويكمل، وكل ما يقع عمال يكمل من تاني ويقوم من تاني. ونوع تاني بيحب يعيش دور الضحيه ودور المظلوم. فانت اللي في ايدك تختار، يا إما تعيش دور الضحية والمظلوم، يا إما تقوم من مكانك وتكمل. بص، أنا عايزك تتقل في أهلك شوية، عايزك تتقل في أهلك اللي أنت شايفهم تعبانين وطفحانين الدم وطفحانين الكوتة عشان يحاولوا إن هم يوفروا لك كل اللي أنت عايزه، إذا كان مصاريف دروس وإذا كان مصاريف كل حاجة أنت بتحتاجها، وفي الآخر أنت بتيجي وتقول لي معلش أصل أنا مش قادر أذاكر، وأصل أنا مودي مش مظبط المذاكرة، وأصل أنا مودي مش عارف إيه. أنا مش هقول لك غير اتقل في أهلك. التيل لف ابوك اللي مرمط نفسه بره وفعلا بيرجع ظهره مقسوم من الشغل، وانت تقول لي اصل ظهري وجعني بعد ساعه واحده من المذاكره. طب انت ظهرك وجعك من المذاكره، امال ابوك اللي شقيان في الشغل وجاي ظهره مقسوم ده يعمل ايه؟ التيل لف امك اللي عماله تدعي ليل نهار عشان تبقى حاجه تشرفها وتشرف نفسك انت كمان. التيل لف المصاريف دي كلها عشان قسما بالله هتتحاسب قصاد ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه، هتتحاسب على كل المصاريف ديت وعلى كل الشقه اللي هم شقيوه، وانت خسرت بس تدي شوية تعب وان انت تبذل شوية مجهود عشان تذاكر. فمش هقول لك غير كلمة واحدة، التيل لف.